طبعا طبعا بالنسبة للحارس هو طبعا منظومة دفاعية، أحد المنظومات الدفاعية الموجودة بالفريق. طبعا الفريق كان كاملا على مستوى عالي من الالتزام التكتيكي والفني، وكذلك الحارس معهم، إضافة إلى إمكانية الحارس، لأنه نعلم أن كل احنا نعلم أنه الحارس بونو يلعب في إشبيلية في الدوري الإسباني، وكانت عنده قراءات مسبقة عن المنتخب الإسباني، وهذا مما سهل مهمته في صد ضربات الجزاء، إضافة إلى إمكانياته الفنية والبدنية.